اللهم اجعله خير. بيكون ابو غانم؟ منو؟ افتحي الباب. منو انت؟ افتحي الباب، انا جايب اخبار عن ابو غانم. شو هالاخبار اللي جايبت منك بالليل؟ ابو غانم في شيء؟ كيف اخبرك وانا واقف برا؟ شلون افتح الباب وانا حرمة لحالي؟ لو تريت الصبح بيكون احسن. بس خبرني يا اخوي، ابو غانم في شيء؟ تسمعني؟ اخوي انت اللي برا. اخوي منو كان هذا يمه؟ نبل. منو هو يمي؟ سر وطاف في جناح الموت لما خطف ابوكم. كيف يعني؟ فهميني طال عمرك. هاي لابويا متى رد؟ رد ابوكم عقب شهرين، بس غير ابوكم. بالاول كان شرات اليبل يلوي الحديد بكفه، يكسر الصخر اذا مشى. شو تم؟ عقب ذيك الليله ما كنت انام، ما كنت ارقد، اسهر لين الصبح، لين تطلع الشمس، انام شوي واصحى شوي. كرهت عمري، كنت اتمنى الموت. ومرت ايام وايام لين ذيك الليله وانا معاك يا غانم جابله انك وبرد الحمى اللي فيك. يا رب تحفظ لي ولدي وترد لي ريلي سالم غانم يا رب. غانم غانم نو غانم نو no.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أم غانم يا بعد أم غانم وحياته. السلام عليكم أم غانم. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. ابو غانم مش بلاك، مش بلاك يا ابو غانم. بسم الله عليك، بسم الله عليك الرحمن الرحيم. ما حب اشوفك تبكين ولا حب اشوف دمع عيونك وانت عارفه. شو صار فيك يا ابو غانم؟ شو صار فيك؟ ما شي كلها يوم ولا يومين وارجع احسن من الاول. لا تحطين على بالك. انت مرتب سفرك؟ لا. شو فيك يا ابو غانم؟ خبرني. انا حرمتك وام ولدك. مثل وعد ان شاء الله. ربنا أعلم. أنا اللي أدري فيه وترياه شهر، ولا أنا غلطان؟ إيه هو شهر إن شاء الله. يا رب يكون ولد. ليه يا أبو غانم؟ كنت بالأول تبيها بنت. ولد ولا بنت كله واحد، أهم شيء سلامتك. أنا تعبان وابغى نام، ويوم بنش عندي كلام وايد اقول لك اياه. ارتاح يا ابو غانم. بسم الله عليك ارتاح. رقد الله يرتاح، وانا جالسة عدالة طالع واشوفه. مو بصدقه هذا ابوكم. اطالع ايده، اطالع ريله. شو اقدر اسوي؟ وين اروح؟ ما نش أسمع صوت أنفاسه كان ما بين نفس ونفس. حسيت بروحه تطلع، حسيت روحه بتطلع. شو أقدر أسوي؟ تميت لين الليل، طلع الصبح، صار الظهر والعصر، اليوم الثاني. نش وطالعني، خفت وهو يطالعني، خفت، تميت أطالع.
حسيت أول مرة أشوفه، ويوم تكلم ومسك إيدي حسيت عقبها مترملة.